بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا عبر قنواتكم الثلاث، تلفزيون قطر، قنوات الكأس وقنوات الريان وإذاعة قطر، نرحب بكم في برنامجكم المسافة الاجتماعية. إذا ابتلى الله عباده ببلاء عام، كان لطفه في الابتلاء أن ينزل الرحمة في قلوبهم فيجري أرزاقه وعنايته على أيديهم فتهون الجراح وتذلل الصعاب ويعبر الناس أقصد إلى ضفاف رحمته بتضامنهم طبعا، وأيضا بتعاضدهم وتكاتفهم. فلا تستهين صدقة فقد تشفي الصدقات أو ترد مكروها، فاجعلوا الصدقات قربة إلى الله يخفف عنكم ويرحمكم ويطعمكم من جوع ويؤمنكم من خوف. ولا تحتقرن معروفا مهما خف وزنه، فإن للسماء موازين لن تفهموها أو تفقهوها. قد خلت أيدينا من كل حول ولا قوة إلا إيماننا باللطيف الخبير الذي جعل الرحمة صفة عباده المؤمنين رحماء بينهم، فتراحموا يرحمكم الرحمن. أهلا وسهلا بكم جميعا مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء إلى برنامج المسافة الاجتماعية، والترحيب أيضا موصول بالزميلة لغة الإشارة رحاب توكل، كما نرحب دائما وأبدا بمشاركاتكم على البيانات الظاهرة أسفل الشاشة وكذلك على هاشتاج برنامج المسافة الاجتماعية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ برنامجنا بهذا الخبر، حيث ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي. في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة وزيرة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وقرر ما يلي: أولا، تمديد العمل بقراراته الصادرة بشأن تقليص عدد الموظفين الموجودين بمقر العمل بالجهات الحكومية. ثانيا، تقليص عدد العاملين الموجودين بمقر العمل بالقطاعات الخاصة. وثالثا، تكون ساعات العمل الموظفين والعاملين الموجودين بمقر عملهم في القطاعين الحكومي والخاص 6 ساعات عمل يوميا تبدأ من الساعة 7 صباحا وحتى 1 ظهرا. رابعا، تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص الموجودين بمقر عملهم عن بعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. أيضا إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة، وخفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. أيضا استمرار قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف إجراءات التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم لضمان التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، بما في ذلك ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين. أيضا استمرار العمل بالاستثناءات السابقة التي قررها مجلس الوزراء، يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2020 ولمدة 2 أسبوع، ويتم خلال هذه الفترة تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب. أيضا التقت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة باثنين من المرضى الذين تعافوا مؤخرا من فيروس كورونا، واستعرض المتعافيان من المرض خلال اللقاء الذي جرى بمستشفى الرعاية الطبية اليومية التابع لمؤسسة حمد الطبية تجربتيهما مع الإصابة بفيروس كوفيد-19 والعلاج الذي تلقياه بمؤسسة حمد. وفي هذا الإطار عبر السيد فيصل العذبة وهو مواطن قطري عن امتنانه لمستوى الرعاية الذي تلقاه، كما أكد السيد جوان ميكوا وهو موظف يعمل في بنك وكان قادما من الفلبين أنه قضى 2 في مركز العلاج قبل أن يتعافى بشكل كامل. هذا وقد بلغت حالة الشفاء من فيروس كوفيد-19 في دولة قطر حتى الآن 406 حالات.
نعم، وقد أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 283 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19 وتسجيل 33 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 406 حالات. وأوضحت الوزارة في بيان لها بهذا الخصوص أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين، بينما تعود معظم الحالات الجديدة الأخرى للعمالة الوافدة في مناطق مختلفة. مشاهدينا الكرام، اتخذت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدة قرارات من شأنها المساهمة في الحد من انتشار كورونا والمحافظة على حقوق العمالة وحماية أجورهم في ظل هذه الأزمة. قرارات يتابع مفتشي أو قررت أيضا متابعة المفتشين تنفيذها، كما يساهمون في نشر التوعية من خلال حملات الوزارة المختلفة، من بينها واعي. للحديث عن هذه الجهود يشرفنا استضافة السيد فهد ظافر الدوسري، مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. حياك الله معنا وسعداء بتواجدك أخونا فهد في برنامج المسافة الاجتماعية، وكذلك نشكر لكم جهودكم المقدمة في ظل هذه الأزمة. لو نتحدث عن هذه القرارات التي اتخذت لحماية حقوق العمالة في ظل هذه الأزمة، وكذلك نتعرف على أهمية هذه القرارات بالنسبة لهم. نعم، طبعا أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سياسة بالإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الشركات، تمثلت في تبادل المعلومات، في زيادة الوعي للعمال، كذلك في مراعاة النظافة الاجتماعية الشخصية، وأيضا حصر التجمع بالحد الأدنى، وكذلك تخفيض الكثافة السكانية في سواء السكنات أو في مواقع العمل. كذلك هناك دور لمشرف السلامة والصحة المهنية، حددت السياسة الخاصة بالإجراءات التي تطبقها الشركات بالاستفادة من العيادات وإجراء الفحوصات للعمال والتأكد من سلامتهم، أيضا تخفيض السعة الاستيعابية للحافلات إلى 50%، كما ستراقب إدارة تفتيش العمل مدى التزام الشركات بهذه السياسة. جميل. سيد فهد، أول شيء مساك الله بالخير ويعطيكم العافية. سيد فهد، أيضا من التوعية ما قمتم به بتوعية العمال على استخدام التطبيقات الإلكترونية للتحويلات المالية. نعلم أن محلات الصرافة أغلقت، وتقريبا يعني عدد كبير جدا من من يعمل في قطر يستخدمون محلات الصرافة للتحويل خارج قطر، فما هي الجهود المبذولة في مثل هذه يعني الخطوة المهمة والكبيرة والصعبة أيضا؟ نعم، الوزارة الحقيقة نسقت مع طبعا مصرف قطر المركزي بهذا الشأن، نظرا للإجراءات الاحترازية وإغلاق محال الصرافة بتسهيل إجراءات توفير تطبيقات للتحويلات المالية، وبالإضافة طبعا للتطبيقات الحالية الموجودة في الدولة، كذلك في التوعية من خلال الحملات في آلية استخدام هذه التطبيقات سواء للعمالة أو لأصحاب العمل، وأيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة. جميل. نعم. نعم. سيد فهد، أعلنت وزارة التنمية بأنها أطلقت حملة اسمها واعي، صحيح؟ ومن خلالها أيضا كانت عبر مواقع في الشؤون الاجتماعية وأطلاق حملة وعي للتوعية والإرشادات من خلال زيارات يقوم بها مفتشون من خلال العمل لجميع المنشآت بالدولة. كلمنا عن أهداف هذه الحملة، وهل هي لها دور في متابعة الأجور؟ نعم، هي الحملة هذه أطلقت في تاريخ 5/4/2020 الأسبوع الماضي، ومن أهداف الحملة طبعا هو التوعية بالإجراءات الاحترازية، وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كذلك التوعية بتطبيقات التحويلات المالية للعمال في كيفية استخدامها، أيضا في حث أصحاب العمل على الالتزام بدفع الأجور. جدير بالذكر أن القائمين على هذه الحملة هم مفتشين
وزارة العمل، كذلك قسم تفتيش العمل. حققت الحملة حتى الآن ما يقارب 2400 زيارة ميدانية، واستهدفت 160,000 عامل تقريبا. نعم، حقيقة احنا نشكر لكم جهودكم وكذلك جهود المفتشين في هذه الأزمة، وهذا هو واجب الجميع وبالأخص في مثل هذه الأيام. دعنا نتكلم أيضا عن المصابين من العمالة الوافدة بفيروس كورونا واللي يعني يلتزمون بالحجر الصحي. هناك قرارات بأنهم يعني يقتضون أجورهم بشكل كامل وكذلك بدلاتهم، فنتكلم عن هذا القرار اللي أنا أشوف الحقيقة أنه قرار إنساني. نعم، طبعا بناء على التعليمات اللي اصدرتها الوزارة راح يستمر دفع أجور العاملين سواء الموجودين في الحجر أو في أول اللي تم عزلهم. أيضا حددت التعليمات اللي اصدرتها الوزارة استمرار دفع أجور العمال من قبل أصحاب العمل للقطاعات التي لم يتم إيقاف عملها نظرا للإجراءات الاحترازية. أما بالنسبة للقطاعات التي تم إيقافها نظرا للإجراءات الأخيرة في الدولة خلال هذه الأزمة، فبإمكانهم دفع يعني تخفيض الأجر أو تخفيض ساعات العمل أو كذلك منحهم إجازة دون راتب أو كذلك إجازة السنوية الخاصة بالعامل، ولكن مع التأكيد بضرورة استمرار يعني توفير السكن والغذاء للعاملين سواء كان هذا البدل مباشر أو من خلال بدل مالي لهم. كذلك بإمكانهم أيضا إنهاء عقود عملهم بضرورة، لكن بشرط أن يكون هناك امتثال كامل لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وتسديد جميع مستحقاته المالية وتوفير طبعا تذكرة السفر وتوفير أيضا السكن والغذاء لحين إنهاء إجراءات عودته إلى بلاده. جميل سيد فهد، يعني الآن في هذا البث المشترك لقنوات الريان والكاس وتلفزيون قطر نود يعني عبر هذه النافذة المشتركة أن توجه يعني رسالة لأصحاب الشركات ومن لديه عمالة، خصوصا أن أغلب العمال الآن يعني يجلسون مثلا في السكن أو بعض المكاتب أغلقت وبعض النشاطات توقفت، فلابد من بعض النصائح أو بعض الكلمات من إدارتكم. طبعا في البداية نشكر صراحة الحقيقة أصحاب العمل على تعاونهم خلال هذه الفترة سواء بدفع الأجور أو بتوفير الحقوق والواجبات للعمالة، وكذلك يعني نتمنى منهم التنسيق والتعاون خلال هذه الفترة لإيجاد الحلول المناسبة فيما بينهم، ولحين إن شاء الله يعني زوال هذه الأزمة في القريب العاجل إن شاء الله. نعم، وحنا أيضا بدورنا الحقيقة نوجه رسالة شكر أيضا لأصحاب الشركات على هذا التعامل الإنساني في ظل وجود هذه الأزمة، وكذلك نشكركم أنتم في وزارة التنمية على هذه القرارات التي صدرت والتي تصب في صالح الجميع بإذن الله. شكرا السيد فهد الدوسري، شكرا على هذا الحضور الكبير، وإلى أن نلتقي معكم بإذن الله نقول لكم ألف شكر على هذه الجهود. العفو. شكر أيضا لكل الجهات التي تعمل في هذه الفترة من أجل قطر. إذن مشاهدينا ومستمعينا عبر قنواتكم الثلاث تلفزيون قطر وقنوات الكاس وقنوات الريان، دائما وأبدا ابقوا على مسافة اجتماعية آمنة، ولا تنسون دائما تطرحون فيديوهاتكم ويومياتكم في البيت عبر واتساب البرنامج 5995-85585 وأيضا تفاعلكم عبر هاشتاق البرنامج المسافة الاجتماعية. فاصل قصير ولا نعودة. خليك في البيت لأجل قطر، خليكم في البيت. Keep social distancing between you and your family. صلحات حبيبة عبدو خبات.
ايش فيكم كذا قاعدين بعيد عن بعض؟ ما سمعتي عن كورونا على المسافة الآمنة؟ صح، لدي القطر كلنا في البيت، حافظوا على المسافة الآمنة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظهم إن شاء الله. والحقيقة نحن سعداء جدا بهذا التواصل من خلال هذه الفيديوهات وكذلك النصائح اللي يوجهونها لمشاهدينا الأعزاء. خلك في البيت، نعم خلك في البيت، خلونا نلتزم دائما وأبدا بالقوانين والأنظمة ونتكاتف جميعا للتصدي لهذا المرض. مشاهدينا مستمعينا الكرام، رجال ونساء الظل العاملين باجتهاد وتفاني خلال هذا الظرف، وهم يقدمون كل ما بوسعهم كي تبقى عجلة الحياة تدور في ظل هذه الظروف الاستثنائية الحالية. كاميرا برنامج المسافة الاجتماعية كانت حاضرة وزارة أحد المخابز الذي يقدم أشهى وأطيب المأكولات وأكثرها أيضا صحة لمن هم في الحجر الصحي. نتابع. الساعة 6:00 من كل يوم من أيام الأسبوع يفتح هذا المخبز أبوابه للعمل على تحضيرات متنوعة وطلبات خاصة. تتوجه أكثرية ما ينتج هنا مباشرة إلى الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي. حالياً مع تفشي أزمة كورونا تواصلت معنا اللجنة العليا لإدارة الأزمات لتوفير بعض منتجات الخبز اللي إحنا أوريدي نقوم بإنتاجها في المخبز، فرفعنا سقف الإنتاج للتوفير احتياجات الخبز منزوع الجلوتين وخبز الكيتو لمرضى السكر ولمرضى الأمراض المزمنة. في هذه الفترة تقريباً إحنا ننتج أكثر من 100 رغيف في اليوم، ونقوم بعمليات التوصيل من المطبخ إلى زبائننا أن توصل المنتجات مغلفة محكمة الإغلاف وأيضاً عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء. وصفات متعددة بنكهات محلية وعالمية يسعى هذا المخبز إلى تقديمها إرضاء لزبائن اضطرتهم ظروف استثنائية لدخول الحجر. أول شيء أنا فخورة أن في ناس هم بادروا بالتواصل معي كبداية، وفي ناس أيضاً تعجبوا أن كانت فكرتهم معقولة أن توصلوا لنا الحجر. نقول لهم إيه، إحنا يهمنا نوصل حق أي عميل يبي شيء من عندنا، فما قمت أشوف أن الطلبات عبء علي، قمت أنفذها أنا بنفسي وبحب وبشغف يعني عشان أرضي هذه الفئة الحالية اللي موجودة في الحجر. لا يثني صاحبة المخبز عن الحضور الدائم والعمل على مخبوزاتها المختلفة، لا عطلة أسبوعية ولا كونه يوما من أيام تفشي فيروس كورونا، فخير الناس أنفعهم للناس. عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير. مشاهدينا الكرام ومستمعينا، مع تفشي فيروس كورونا كوفيد بدأت غرفة قطر باتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية الخاصة بتقديم خدماتها إلكترونيا، حيث وظفت الشبكة العنكبوتية بالشكل الأمثل، كما أطلقت مجموعة من المبادرات التي من شأنها دعم جهود الدولة في الحد من انتشار كوفيد-19. وللحديث عن هذه الجهود يسعدنا استضافة السيد علي بوشرباك المنصوري، مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر. بداية، ما هي الإجراءات التي نفذتها غرفة قطر في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد؟ سيد علي. أولا سعد الله مساءكم جميعا ومساء المشاهدين الكرام. حياك الله. وفعلا الغرفة اتخذت عدة إجراءات وتدابير للمساهمة في الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمكافحة فيروس هذا الفيروس اللعين، فيروس كورونا. طبعاً من هذه الإجراءات دعت الشركات المصدرة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الغرفة بدل من المجيء إلى مقر الغرفة. طلبت أيضاً من موظفيها العمل عن بعد من خلال نظام أونلاين اللي هو النظام الإلكتروني، وفي ذلك حماية للموظفين وحماية للمراجعين وحماية للجميع. نعم.
خصصت أرقام هواتف على مدار الساعة للرد على استفسارات المنتسبين من شركات وأصحاب الأعمال. أيضاً دعت اللجان القطاعية في الغرفة للاجتماعات لمناقشة المواضيع الاقتصادية وكل لجنة فيما يخصها. الغرفة فيها 13 لجنة لقطاعات متعددة، في قطاع الصناعة والزراعة وقطاع التجارة والصناعة والتعليم والصحة، وعندنا أيضا السياحة والمقاولات وعدة لجان والأمن الغذائي. ممتاز. طبعا هذه اللجان تجتمع لمناقشة الآثار المترتبة على هذا الفيروس وإيجاد الحلول المناسبة إن شاء الله. ممتاز، وحنا نقول الله يقويكم والله يعطيكم العافية. في ظل يعني تخفيض عدد الموظفين السيد علي إلى نسبة 20%، كيف تقدمون خدماتكم للمنتسبين مع هذا التخفيض في العدد ومع العمل أيضا عن بعد؟ هو الآن العمل عن بعد ومن خلال وسائل الاتصال ومن خلال النظام الإلكتروني، فما في حاجة للدوام، فعن طريق الإيميلات وعن طريق الموقع الإلكتروني كل البيانات والمعلومات موجودة للغرفة، ممكن أي واحد يحصل على هذه المعلومات من موقع الغرفة. نعم سيد علي، ما هي أبرز الخدمات اللي تقدمها غرفة قطر إلكترونيا، خلنا نتكلم في ظل الوضع الراهن؟ والله عدة خدمات، أهمها إصدار شهادات المنشأ للمصانع وإصدار بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، وأيضا تحديث بيانات الشركات. جميل. أيضا من هذه هي أيضا إصدار الدليل التجاري والصناعي، في هذا الدليل يحتوي على البيانات وهواتف الشركات، وهذا يسهل الاتصال بين الشركات والتواصل. أيضا أصدرت الغرفة أيضا الدليل أو دليل المصدرين القطريين، والهدف منه التعريف بالصادرات القطرية وبالشركات التي تصدر منتجاتها للخارج. نعم جميل، هذه أهم الأمور. جميل سيد علي، يعني في مثل هذه الأزمات يعني لمثلا غرفة قطر مبادرات في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها تكون أكثر المتضررين في مثل هذه الأزمات، فما هي الخطوات أو ما هي البرامج المعدة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها لتعدي هذه المرحلة؟ الغرفة أطلقت مبادرة جيدة ليقوم القطاع الخاص بالمساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس هذا الفيروس. هذه المبادرة لها أهداف. الهدف الأساسي تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الجهود التي تقدمها الدولة والتقليل أو التخفيف من الأثار الاقتصادية السلبية للإجراءات الناجمة عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية المجتمع والمواطنين. ممتاز. طيب السيد علي، دعنا نتكلم عن الاجتماعات. أيضا هي أيضا تشجع أصحاب الأعمال على تقديم المساعدات العينية. ممتاز. للقطاع الحكومي. ممتاز. طيب نتكلم عن يعني ذكرت في بداية الحديث أن هناك اجتماعات للجان القطاعية في ما يخص تداعيات وتفشي هذا الوباء ومحاولة أيضا المواجهة بالعديد من القرارات. دعنا نتكلم عن الأمن الغذائي، كيف يعني تكون هذه القرارات بحيث أن يكون يعني تدفق السلع في السوق موجود، وخصوصا أن نحن في هذه الأيام مقبلين أيضا على الشهر الفضيل. ما في شك أن هناك كما ذكرت أنه عدة لجان في الغرفة، وكل هذه اللجان تجتمع وتقرر في اجتماعاتها أشياء كثيرة لمواكبة هذه الإجراءات والتدابير. من هذه اللجان لجنة الأمن الغذائي، وهي إحدى لجان الغرفة، ويرأس هذه اللجنة الأخ الفاضل محمد أحمد العبيدلي، وطبعا ناقشت عدة أمور، ناقشت الإجراءات الخاصة بتدفق السلع الغذائية إلى السوق القطري المحلي، كما ناقشت أيضا
دخول هذه البضائع والسلع الغذائية إلى الموانئ القطرية وثم المخازن ومن ثم إلى منافذ البيع. هذه أهم الإجراءات. طبعا هناك حضر الاجتماعات ممثلين عن وزارة البلدية والبيئة وممثلين عن الشركات المواد الغذائية والإمداد. طيب سيد علي، هل من كلمة أخيرة تود توجيهها، مثلا نصيحة، معلومة، طلب، توجيه معين، يعني الآن عبر هذه القنوات المشتركة في هذا البث والإذاعة، تفضل. هو النصيحة أن نتكاتف جميعا وأن نلتزم بالتدابير التي توفرها الدولة للمواطن، وأن نكون إن شاء الله بخير ونقهر هذا الفيروس. نعم سيد علي بشرباك، وأتقدم بالشكر في هذه المناسبة إلى الجميع. نعم السيد علي بشرباك المنصوري، مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. شكرا لكم جميعا. إذن الجميع يتكاتف في مواجهة والتصدي لهذا الفيروس، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الوباء. إذن الكل أيضا يعمل من أجل احتواء الوباء. في هذا التقرير نود أن نسلط قليل من الضوء على العاملين والمتواجدين في الخطوط الأمامية للتصدي له، فلهم ولكم كل التحية والتقدير، وحفظ الله الجميع. نتابع. تمضي بلادي درب الحقيقة، مستتر في حال ذاك الضمير ومبني للمجهول، وتلك إحدى حالات إعراب الفاعل. أما في ظرفنا الزماني فالضمير يقودنا نحو الفعل المرفوع الأيدي بالتحية والتقدير. هم المبني على أكتافهم بعد الله، أمننا وأماننا وسلامتنا في ظرف مكانه قطر والرجال الأوفياء. شوارع خلت من روادها وأشغال ومحال أغلقت، والجميع في بيوتهم جالسون بأمر القانون، فالكل عن السلامة العامة مسؤول. زينت عرباتهم كآبة الطرق وأضاءت أضواؤها نور الأمل بأن لا تخافوا ولا تقلقوا، فنحن لأمنكم حافظين محافظين. وجودنا في هالوقت مهم، ونحن ما نحطينا في هالموقف إلا إحنا قد المسؤولية إن شاء الله. نتمنى من الناس أنهم يلتزمون منازلهم، هذا واجبهم في هذا الوقت. عند النوازل كما كان عهدكم بنا دائما، نفدي بأرواحنا قطر وترابها بالدم والنفس. يقولون بأن لغة العيون هي الأصدق، وهم ومن خلف أقنعة وقائية لا تظهر منها إلا عيون واثقة بالله الشافي المعافي من كل داء، ومستعينة بكل ما وفر من مستلزمات، يضعون الكتف على الكتف على مدار الساعة، متابعين فاحصين محللين مشخصين معالجين بأمر الله. نهجنا في دولة قطر هو النهج العلمي، بمعنى أننا نبحث عن حل علمي وطبي لهذه المشكلة. نحو الحلم ماضون، يصلون لأجله ليلا بنهار. لقد بقيت في العمل من أجلك، نرجو منك البقاء في بيتك من أجلنا. طرق جديدة نحو المستقبل يشقون، وجسور نحو قطر المزدهرة المبهرة للعالم يعملون. لا يوقفهم مناخ أو جائحة، بل فيها هم لاعب رئيس، فتعقيم وتأكيد على النظافة والسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم اليوم طلاب الأعزاء؟ لبنة فوق لبنة يرتفع البنيان، وحرف بجانب حرف تصاغ كلمة فمعلومة، فعلم يبني الإنسان والأوطان. ولهم يقف الجميع باحترام وتبجيل، فهم المعلمون حراس الجيل وحاملو الأمانة والرسالة، قربت المسافة أو بعدت. وأينما كنت فالعهد الذي قطعناه لم يزل، أن نكون عينك وصوتك، ننقل همك ونضعك دائما في قلب الحدث بالصوت والصورة وفي أي وسيلة شئتها. التفاني شعارنا،
والشفافية دستورنا والموضوعية منهجنا، فمن أجلنا ضع يدك في يدنا وشاركنا في هذه المعركة، وابقى في بيتك والتزم بالتعليمات، وتذكر بأننا جميعاً نعمل ليصلك الخبر، فلا تكن أنت الخبر. يا قطرة الحياة يا قطر يا أحلى لمحة القلوب، يا قطرنا يا أملنا، يا قطرنا يا أملنا، حبنا لك ما لا ثمن ولا غدور، حبنا لك ما لا ثمن ولا غدور. إذا مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا، أيضا للمفكرين والباحثين دور هام جدا في توثيق المراحل التاريخية المختلفة ووضع تفسيرات لها، وأيضا تتضافر جهودهم في ظل الأزمات لمساعدة مجتمعاتهم بأشكال مختلفة من خلال المعلومات الموثوقة والأفكار المستنيرة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية أيضا وغيرها من المجالات المؤثرة في حياتنا جميعا. ولأجل تحقيق هذه الأهداف خلال أزمة كورونا، يشارك مركز الجزيرة للدراسات مع مراكز الفكر العالمي في حملة تضامنية لمواجهة الفيروس، والتي نتعرف عليها من خلال الدكتور عز الدين عبد المولى مدير البحوث في مركز الجزيرة للدراسات. بداية مرحبا بك معنا في برنامج المسافة الاجتماعية، كلمنا عن أهمية هذه المشاركة دكتور. مرحبا بكم، أهلا وسهلا وشكرا على هذه الاستضافة اللطيفة. واجبنا. حملة التضامن التي تنظمها مراكز الأبحاث أو شبكة من مراكز الأبحاث، خليني أولا أقول أن مراكز الأبحاث أصبحت عبارة عن جماعة من المنظمات تضم حوالي 8000 مركز منتشرين في مختلف أنحاء العالم، يقوم على تنظيم هذه الشبكة برنامج مراكز الأبحاث والمجتمعات المدنية في جامعة بنسلفانيا، وهو البرنامج الذي يصدر سنوياً المؤشر الذي يصنف مراكز الأبحاث من حيث الجودة والأهمية وطبيعة المنتجات وقوة التأثير. في مجموعة من المراكز بادرت في الأسبوع الماضي، وللحقيقة كان على رأسها المعهد الإيطالي للدراسات السياسية، أطلق هذه الحملة على أساس أن يقول نحن مراكز الأبحاث موجودون هنا وسنستمر في تقديم الخدمة التي كنا نقدمها قبل الأزمة، وينبغي أن لا تعوق هذه الأزمة جهودنا. عنوان الحملة هو جملة واحدة تقول: في الأوقات العصيبة وفي الأزمنة الحالكة تظل مراكز الأبحاث شمعات مضيئة. هذه هي العبارة التي تلخص هذه الحملة، والتي انطلقت قبل أسبوع، يشارك فيها مركز الجزيرة للدراسات كأحد أبرز المراكز الإقليمية والعالمية، وقد وصلت تقريبا إلى حد الآن حوالي 106 مراكز من مختلف أنحاء العالم. جميل دكتور يعني عبد العز، يعني مركز الجزيرة للدراسات يعني من المراكز المعروفة في الوطن العربي، ويعتبر من المراكز المهمة ولها ثقل ولها دور كبير في نشر الأبحاث والدراسات والوعي. ما دوركم الآن في مثل أزمة كورونا في البحث والتدقيق والنظر ويعني والتوعية وإلى آخره من هذه الأمور التي تقوم بها مراكز الأبحاث على مستوى العالم؟ نعم، للحقيقة نحن أيضا تأثرنا كما تأثرت مؤسسات كثيرة بهذا الوباء، فغيرنا جزء كبير من طرق عملنا وأدائنا، أقلها أن انتقلنا من أماكننا الطبيعية إلى بيوتنا، فالآن جميع الباحثين يعملون عن بعد، يعملون من البيت، والحمد لله استطعنا أن نواصل أداء هذا الجهد دون انقطاع منذ اليوم الأول، نظرا لوجود بنية بحثية مستقرة في مركز الجزيرة للدراسات، سواء الباحثين المقيمين أو الباحثين الذين نتعامل معهم من مختلف أنحاء العالم. التأثير الثاني إضافة إلى طبيعة الأدوات التي نشتغل بها والأساليب، هو في المحتوى البحثي. الاهتمام البحثي في الأشهر في الشهر الأخير تحديدا أصبح منصبا بالأساس على وباء كورونا وتداعيات وباء كورونا وأضرار وباء كورونا. جميل. والجوانب المتعددة التي يطالها من حياة الإنسان والمجتمعات والدول. فعلى مدى الأسابيع الماضية
أغلب ما أنتجناه من أبحاث ومن تحليلات كان منصبا على هذا الموضوع. نعم دكتور، طيبا يعني طيب في خصوص يعني بخصوص هذه الأبحاث والدراسات وكذلك الدول المتواجدة مثل ما ذكرت، هذه البحوث يعني إلى أين تصب؟ هل هناك يعني مكان أو مركز يأخذ هذه القرارات ومن ثم يتم تطبيقها على كل الدول المشاركة في هذه البحوث، أو أنها يعني قرارات يعني خلنا نقول فردية لكل دولة قرارها؟ هو كل دولة فيها مجموعة من مراكز الأبحاث، بعض مراكز الأبحاث في الدول مرتبطة بالحكومات ارتباطا عضويا فتأخذ منها ما تنتجه هذه المراكز، بل أغلب ما تنتجه هذه المراكز يكون بناء على طلب الحكومات أو الجهات الرسمية من وزارات إلى غير ذلك. في مراكز أبحاث أخرى ومركز الجزيرة من بينها ليس مرتبطا بحكومة معينة فيقدم خدماته البحثية وتحليلاته إلى الجمهور العام، ولكن نستطيع أن نلمس الأثر الذي يحدثه هذا المنتج من خلال ما يأتينا من تعليقات، من 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 تقويمات لأدائنا، من خلال بعض الجهات تطلب أن نقدم لها تحليلات بشكل خاص. ولكن بالنسبة إلينا الذي يهمنا بدرجة أولى هو الجمهور، لأن ما يعتمل في العالم من قضايا ومن أزمات ومشكلات نحتاج بداية أن نفهمها قبل أن نأخذ القرار. القرار متروك لمن يتخذ القرار في المؤسسة المعنية، ولكن نحن نقدم هذه الخدمة بدرجة أولى لإحداث هذا الفهم الذي يحاول أن يكون أكثر ما يمكن قريب من الواقع ومن الموضوعية. طيب دكتور، في هذه الفترة من الزمن لن تنسى عبر التاريخ في انتشار هذا الوباء، فكلمنا عن أهمية أو أهم دور ممكن يقدمه سواء الكاتب أو المفكر في مثل هذه الفترات، وأيضا ممكن أنك تعطينا فكرة بأن نأخذ الفائدة في مثل هذه الأزمات بأن العالم كله توحد واتخذ قرارا واحد وهو الالتزام في المنزل. نعم، هذا الوباء فعلا لن ينسى. طبعا هو لا يأتي كل يوم أو كل سنة أو كل، هو يأتي مش عارف مرة يمكن في كل 100 سنة أو 150 سنة أو مش عارف إيش، فلن ينسى في كل الأحوال، خاصة وأن ما سيحدثه من آثار سيظل معنا يعيش معنا إلى أماد، بعضها قصير بعضها متوسط وبعضها بعيد، ولا نعرف حقيقة إلى حد الآن ما هي الصورة النهائية التي سيكون عليها أثر كورونا على المجتمعات وعلى البشرية وعلى الإنسان تحديدا. نلحظ مثلا حتى على شاشات التلفزيون وأنتم من بينها أن أعيد ترتيب أولويات من يظهر على التلفزيون هذه الفترة الأخيرة. أكثر من يظهر على التلفزيون هو العالم، هو الطبيب، هو الذي يقدم المعلومة الصحيحة. توارت بعض الوجوه التي كانت تقدم محتوى آخر، ربما محتوى فني أو محتوى ترفيهي لصالح المعلومة ولصالح من يقدم المعلومة الصحيحة. من بين الذين تقدموا أيضا في على الشاشات هو المحللون والمفكرون، لأنه بدون هذه النخبة العلمية لا يمكن أن نفهم ما يجري، وبدون أن نفهم ما يجري لا يمكن أن نتعاطى معه بشكل سليم. نحن مثلا على سبيل المثال مجموعة من الأوراق البحثية أصدرناها في الأشهر في الأسابيع الأخيرة في شكل ملف بحثي يضم أكثر من 15 ورقة بحثية تعالج مجموعة من الآثار التي يتركها فيروس كورونا ووباء كورونا على حياتنا. بعضها يتعلق بالآثار الاقتصادية، بعضها يتعلق بالآثار الصحية، بعضها يتعلق بالعلاقات الاجتماعية، بعضها يتعلق بعلاقة الدولة بالمجتمع. نلحظ مثلا أن بعض الدول استغلت هذه الفرصة لتتقدم أكثر في استخدام سبل السيطرة مثلا والمراقبة على مواطنيها. في بعض الدول مثلا التي كانت فيها حركات اجتماعية قبل كورونا أصبحت هذه الحركات تتوارى إلى الخلف وتأخذ مكانها بعض القرارات وبعض الاستثناءات التي أصبحت الحكومات أو الجهاز التنفيذي للحكومة هو الذي يتصرف فيها. هذه مجموعة من المتغيرات مهم النظر فيها وفهمها حتى ندرك على الأقل في المدى المتوسط والبعيد إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع. جميل دكتور عز الدين، يعني مركز الجزيرة الدراسات الذي تأسس في 2006 وفي 2014 أخذ سادس أفضل مركز بحثي في الشرق الأوسط، ننتظر منكم يعني بحوث ودراسات تكون فيها نسبة المصداقية عالية، كما ذكرت أن المصداقية الآن هي من العوامل المهمة لمراكز البحوث في العالم، ننتظر بحث أو دراسات متعمقة حول الأوبئة وخصوصا
مثل كورونا. إذن كان معنا الدكتور عز الدين عبد المولى مدير البحوث في مركز الجزيرة للدراسات، شكرا جزيلا لك على هذا الكلام والمداخلة الجميلة. شكرا لكم. إذن الكل يعمل بدوره لمواجهة هذا الوباء، والحقيقة أنه يعني هو وجه رسالة ممتازة جدا. هذه مراكز البحوث هي تخاطب الجمهور، تخاطب المتابع، تضع المشاهد في قلب الحدث في أدق التفاصيل، وتوضح أيضا ملابسات أي حدث يكون. فكل الشكر للكتاب وكذلك إلى المفكرين. مشاهدينا الكرام، أطلقت أيضا اللجنة العليا للأزمات منصة إلكترونية لتنظيم المساهمات الإنسانية والخيرية، حيث تتلقى المنصة المساعدات لتوزيعها على المستحقين. ولمعرفة تفاصيل أكبر عن هذه المنصة يشرفنا التواصل هاتفيا مع الأخت موزة خالد المهندي، رئيس فريق لجنة مبادرة الدعم وكذلك المساهمة لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 باللجنة العليا لإدارة الأزمات. أخت موزة، سعداء بتواجدك معنا. وأنتم أو أطلقت اللجنة العليا للأزمات منصة إلكترونية، لو نتحدث عن هذه المنصة وأبرز ما تقدم سواء كان من تنظيم أو مساهمات إنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية حبيت أمسي عليكم بالخير وعلى الأخوان والأخوات المشاهدين تلفزيون قطر. يا مرحبا. نشكركم على جهودكم المبذولة واستضافتنا اليوم وإتاحة هذه الفرصة للتحدث عن المنصة. واجبنا. الله يسلمك. نعم. طبعا في البداية، في بداية أزمة كورونا والأوضاع التي تلتها والآثار الاقتصادية الاجتماعية الناتجة عنها، لم تقصر الحكومة في التعامل مع الأزمة من خلال تسكير كل إمكانياتها لمكافحة هذا الوباء. ولكن كان هناك أيضا شعور مجتمعي ومسؤولية وطنية صراحة أثلجت صدورنا كثيرا، وهي القيام الكثير من الأفراد والمؤسسات بالمبادرة بالمساهمات من قبل انطلاق المنصة، من خلال إن كان منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عن طريق الاتصال المباشر. وهنا قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات مشكورة لإنشاء هذه المنصة من أجل تسجيل المساهمات من الأفراد والشركات اللي تم الإعلان عنها من قبل سعادتها لولو القاطر تاريخ 1 أبريل في المؤتمر الصحفي. جميل. طيب، هل تتيح هذه المنصة تقديم المساعدات سواء كانت مالية أو حتى عينية؟ طبعا المنصة تقوم بتقديم جميع المساهمات المالية والعقارية والخدمية، وتهدف هذه المنصة إلى تسجيل جميع مساهمات المجتمع القطري من أفراد ومؤسسات، حيث تم إنشاء حساب خاص تحويل جميع المساهمات بعد أن يتم تسجيلها بالمنصة، وهنالك حساب مخصص لهذه المساهمات ويمكن كذلك عرضه للجمهور من خلال المنصة. نعم. سيدة موزة، حدثينا عن يعني أبرز وأكبر المساهمات المالية والعقارية كما ذكرتي، وماذا عن أكبر أيضا المساهمات الخدمية؟ طبعا قامت الكثير من الشركات والأفراد في المجتمع بمساهمات عديدة وعرضوا خدمات متفرقة. فمثلا المساهمات المالية لحد الآن تجاوزت أكثر من 78 مليون ريال قطري، والمساهمات العقارية وصلت لأكثر من 70 مساهمة. أما المساهمات الخدمية فهي كثيرة، حيث عرضت أكثر من 155 شركة مساهماتها. طبعا من أبرز الشركات التي قامت بالمساهمات المالية هو بنك قطر الوطني، الذي كان من أول المساهمين، حيث ساهم بمبلغ 50 مليون ريال قطري لدعم مكافحة الوباء. وأيضا توجد شركة محمد عبد الرحمن البحر وأولاده الذين ساهموا ب10 مليون ريال قطري، وأبناء محمد جاسم الكواري الذين شاركوا بمبلغ 3 مليون ريال قطري، والكثير من المساهمات نزولا حتى 10,000 ريال قطري. ممتاز. أما بالنسبة لل مساهمات العقارات فكانت كثير من الخدمات المقدمة، إن كانت فنادق ومنتجعات على سبيل المثال كسارة للضيافة، وكذلك سباير زون ومجموعة أربكان الطيار
ومجموعة الجنس القابضة بالإضافة إلى الكثير من الأعمار المتنوعة وسكان العمال ومجمعات سكنية. أما من خلال الخدمات أخوي كانت هناك الكثير من الخدمات المتميزة. نعم. فعلى سبيل المثال مؤسسة قطر فونديشن قررت المساهمة بمليون قناع طبي ومليون قفاز وأيضا بعض المستلزمات الطبية، وكذلك الريان لإدارة المطاعم سيقدمون وجبات وخدمات ضيافة والمتكاملة للأفراح جاهزين لتقديم خيام وقاعات متنقلة للمستشفيات الميدانية، وشركات مثل كيو كير الخدمات التمريضية ساهموا بتوفير ممرضات مرخصات للعمل مع الجهات المختصة. طبعا احنا نوجه رسالة شكر الحقيقة لجميع المشاركين في هذا المشروع ونقول الله يقويكم، وهذا ما عهدناه دائما وأبدا منكم في مثل هذه الأزمات. الأخت موزة خالد المهندي شكرا على هذا الحضور، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله من خلال هذه المنصة ومن خلال ما تقدمون دائما وأبدا من إسهامات للرقي بهذا البلد. إذن مشاهدينا الكرام، أطلقت المؤسسة القطرية للإعلام حسابا تفاعليا لتداول الأخبار الموثوقة كما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيما يخص فيروس كورونا كوفيد 19 تحت اسم كوفيد 19 كتر، حيث سيكون منصة لنشر الأخبار الرسمية والمتابعات المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة، بالإضافة إلى التركيز على جهود الوزارات والمؤسسات الرسمية وكافة القطاعات في الحد من انتشار الفيروس. ويقدم الحساب عدة نشرات إخبارية بأكثر من 4 لغات يوميا، وهي اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية وكذلك لغة الأردو، كما يركز على نشر الإحصائيات وآخر المستجدات اليومية بأكثر من لغة وبعدة قوالب، كما سيركز على نشر مقاطع توعوية تنتجها المؤسسة القطرية للإعلام. وتركز المؤسسة القطرية للإعلام في الحساب على هدف توفير الخبر الصحيح والمعلومة الصحيحة ونشرها إعلاميا. هذا وقد أعلن سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام في تغريدة من حسابه اليوم عن إطلاق الحساب قائلا: من أجل توفير الأخبار الموثوقة ونشر الوعي أطلقت المؤسسة القطرية للإعلام موقعا إلكترونيا وحسابا على تويتر تحت اسم كوفيد 19 كتر. تقدم المنصة الجديدة المحتوى بأكثر من لغة وتعزز دور المؤسسة في التوعية بفيروس كورونا وعرض الجهود الحكومية والمجتمعية في مكافحة هذا الوباء. جميل، طبعا هنالك مبادرة جميلة نود أن نذكرها من خلال المسافة الاجتماعية، قائد منتخبنا الوطني حسن الهيدوس الذي قام بالتبرع بنصف راتبه للجهود لمكافحة كورونا، وأيضا حارس منتخبنا الوطني سعد الشيب. إذا مشاهدينا ومتابعينا وصلنا لختام حلقة اليوم. نعم وصلنا لختام هذه الحلقة، شكرا لمتابعتكم ونتمنى أن نكون دائما وأبدا معكم على الموعد. ومشاهدينا الكرام نترككم في حفظ الله ورعايته ونلتقيكم غدا بنفس التوقيت. مع السلامة.